مع اولادنا في فتره المراهقه الهدف الرئيسي للتواصل هو ان احنا نبني جسر ويبقى فيه نقدر نوصل لدماغه ونعلمه ازاي يفكر محتاجين نبدا نتكلم اللغه بتاعتهم ونشوف العالم بتاعهم اخباره ايه الكلمه زي ما بتقرب بتبعد وزي ما بتطبطب بتوجع حضرتكم في برنامج ازاي النهارده هنعرض موضوع مهم جدا لكل اب وام في بيتهم مراهق الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده لخصته في جمله الكلمه زي ما بتقرب بتبعد وزي ما بتطبطب بتوجع موضوعنا النهارده ازاي نتواصل مع اولادنا في فترة المراهقة، يعني إيه تواصل؟ تواصل يعني قرب، والسؤال هنا هل إحنا موافقين وراضيين إن إحنا نقرب من أولادنا ولا هنفضل واقفين على الضفة التانية نتفرج عليهم؟ لو تخيلنا مع بعض إن كل واحد واقف على ضفة وكل واحد رافض يروح الضفه بتاعه الشخص الاخر ولا انا عايزه اروح العالم بتاع المراهقين ولا هم اصلا عايزين يروحوا العالم بتاعنا مين المفروض يبدا انا متاكده ان كلنا بنرد ونقول اكيد احنا احنا الكبار اللي واعيين اللي ناضجين، اللي عايزين نروح ونتواصل مع اولادنا تخيلوا كده بداتوا تبنوا الجسر وبدأتوا فعلا تمشوا عليه ووقفتوا عند نصه. هل المسافه والبعد لسه موجود ولا قربنا شويه؟ أكيد طبعا قربنا. قربنا ودخلنا في إطار اللي ممكن ابننا يلمحنا فيه يبقى محتاجين ناخد النية ونقول احنا عايزين نتواصل مع أولادنا لأن زمان لما كنا بنقوله أدخل أوضتك كان كبيره حيطان أوضته والتليفون موجود في الصالة دلوقتي بزرار يقدر يلف العالم كله ولا إحنا عايزين نروح العالم بتاعه عشان شايفينه كله عشوائية ولا هو عايز يجي العالم بتاعنا عشان شايفه كله قيود وزهق وملل أبسطها في التجمعات العائلية وفي الاعياد يقول لك اروح اعمل ايه انا بقعد زهقان فحتى الحاجات الاساسيه اللي فيها تواصل بقى بنزقهم عشان يعملوها فمحتاجين نبدا نتكلم اللغه بتاعتهم ونشوف العالم بتاعهم اخباره ايه ونشوف احنا ممكن نتواصل معاهم ازاي سواء بنفس الوسيله اللي هم عايزينها أو بنفس اللغة اللي هم بيتكلموها تاني نقطة عايزين نعرفها بعد ما عرفنا إن الكلمة هي أساس التواصل والتواصل يعني قرب إيه هو هدف التواصل؟ لو هنتكلم من أرض الواقع أول ما جاسر يقول صباح الخير ترد مامته وتقول له خير عايز إيه؟ أكيد هتطلب حاجة وفعلا هو بيبقى بيتواصل عشان عايز حاجة يا عايز ياخد موافقة على خروجة يا عايز فلوس طب ما تيجوا نبقى صراحة أكتر مع بعض وإحنا بنبقى عايزين نتواصل ليه في حقيقة الأمر عايزين نتواصل عشان نشوف دماغه بتفكر في إيه عشان نشوفه إيه الغلط اللي هيعمله ونلحقه عشان نشوف هو عايز يعمل إيه ونحذره طب هو ده السبب الرئيسي للتواصل اكيد لا الهدف الرئيسي للتواصل هو ان احنا نبني جسر يبقى فيه كلام بينا ويبقى فيه نقدر نوصل لدماغه ونعلمه ازاي يفكر افكركم بدورنا فاكرين دورنا في حلقه طبيعه المخ السقالات هو ده دورنا إحنا عايزين نتواصل عشان نقدر نعلمه المهارات اللي بعد كده نسيبه للحياة ونبقى مطمنين عليه، أكتر حاجة هتعنا على إن إحنا نتواصل مع أولادنا إن إحنا نقضي على المعتقدات اللي في دماغنا، يعني إيه نقضي على المعتقدات اللي في دماغنا؟ ببساطة كده هو أصلا يا سمر يعني إيه معتقد؟ معتقد يعني فكره وفكره بتتكرر ولما بتتكرر وابدا مخي يصدقها وابدا اتعامل معاها خلاص بتثبت عندي ومحدش بيقدر يغيرها بس الحقيقه انا هغير معاكم النهارده سبع معتقدات هننسفهم وبيها هنقدر نحط ايدنا على الدايره اللي بندور عليها المفقوده اللي بينا وبين اولادنا في فتره المراهقه جاهزين تكسروا معايا يلا نبدا اول معتقد عندنا انا ابني لازم يقدر اللي بيتعمله ولازم يا جاسر تحمد ربنا على اللي بنعمله معاك وتشكرنا وتقدرنا طيب احنا بنفكر بالطريقه دي تعالوا اقول لكم جاسر وساره برضو عندهم معتقد بيفكروا ازاي على فكره انا اشطر من صاحبي وبروح التدريب وبجيب لكم ميداليات وعلى فكره اي اب وام المفروض يعملوا كده لولاده الحل الحل لما انا اعرف ابني بيفكر ازاي مفضلش ماسكة في معتقد مش هيوصلني لشيء، ولا آخد كلامه إنه تعدي عليا وعدم رضا، خالص هو زي ما إحنا شايفين هو شايف، فمطلوب مننا بعقلنا وحكمتنا إن إحنا لما نعرف كده نتعامل معاه بهدوء، أنا عارفة إنه صعب بس لما نعرف الحقيقة والرؤية تبقى أوضح حقنا على نفسنا إن إحنا نبقى رحماء على نفسنا المعتقد الثاني المعتقد الثاني الأباء بيقولوا فيه أصل أنا لو سمعت الإبن في الغلط هيفتكر إن أنا موافق على كلامه طيب تعال أقولك هو بيفكر إزاي عشان تطمن وتسمع له وأنا قبل ما أقولك هسألك سؤال بسيط جداً ابنك أو إخواته الصغيرين اللي عندهم سنتين ثلاثة بالكتير لما بيعمل غلط بيروح فين؟ آه والله ده لما بيعمل غلط بيجري يستخبى وإحنا بنقعد نضحك فالرد جالك أنا بقى هأكد عليك في حاجة المراهق المعتقد بتاعه وفكره إن لما أهلي يسمعولي حتى في الغلط معنى كده انهم بيقبلوني ونفتكر ان ده كان اول احتياج نفسي للمراهق يبقى لما انا اعرف ان مجرد سماعي لي وتواصلي معاه ده هيحسسه بالقبول يبقى انا اللي محتاج اخد خطوة ويبقى عندي المبادرة اني اتواصل مع اولادي في سن المراهقة المعتقد الثالث العينة دي لازم تكسره والحقيقة وبصراحة كده العينة دي لما بتكسره بيحصل حاجتين أول حاجة ممكن يثور جامد جدا أكنك واقف قدام بركان وهقولك ليه يا إلا ينسحب وينزوي، ويبدأ يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، اللي لو حصلت، هنندم جامد أوي. طيب ليه هيثور؟ عشان العنا دي كرامته هنا محدش حدش يدوس لي على طرف، على قد ما هو كده، على قد ما هو كتلة مشاعر وحساسية. وبيقدر اللي بيقدره العينة دي عايز اللي يحترمه العينة دي عايز اللي يشوفه صح وده كده تالت معتقد فكرة لو قلت تعليقا على العنة دي واني هقوله امشي خش اوضتك فانا بسيبه فاكرين لما قلتلكوا العالم الخارجي ومعرفش ساعتها الافكار اللي هتجيله هتبقى عامله ازاي لان العالم بتاعه بقى جوه اوضته العالم عنده في اوضته فياريت نخلي بالنا لان اول صفه بنوصف بيها المراهق اصله عنيد انا اقول لكم انتوا شايفينه عنيد ليه بغض النظر عن المعتقد العنيد اكسره لانه بطل يقول كلمه حاضر السيطره بتنسحب من ايديا ودي طبعا كبيره علينا بس هرجع اقول لكم جددوا نيتكم احنا نيتنا مش نسيطر احنا اعلى من كده بكتير احنا اصلا مسيطرين مش محتاجين نمشي بيافطه في الشقه او على كل اوضه من اولادنا ونقول لهم احنا المسيطرين انتوا اصلا مكانتكم مختلفه وسيطرتكم موجوده فمش محتاجين ناذي اولادنا بصوره غير مباشره عشان نقول له احنا المسيطرين وبكده نكون عرفنا ثلاث معتقدات واقفين حاجز بيننا وبين اولادنا عشان نعرف نتواصل معاهم فاصل ونرجع تاني قبل الفاصل اتكلمنا على ثلاث معتقدات ابني لازم يقدر اللي بعمله أنا لو سمعت ابني في الغلط هيعتبرني موافقة والعنة دي لازم يتكسر قبل ما اشارك معاكم المعتقد الرابع احب اسيبكم مع اراء الاباء والامهات لما جينا سالناهم من وجهه نظرهم ايه هي العوامل اللي اثرت على لغه اولادهم في فتره المراهقه في الوقت الحالي نشوفهم نرجع تاني طبعا العوامل دي ان هو طول الوقت ماسك الموبايل عايز يلعب عليه الالعاب اللي هي بتاعت السوشيال ميديا دي كلها انا برفض ده كتير يعني ممكن بيبقى في ليه تايم معين بس هو يقدر ان هو يلعب فيه لكن مش طول الوقت مش اول تايم ان هو يفضل ماسك الموبايل ويلعب وكده التكنولوجيا والنت دي برضو فرقة كتير جدا يعني بقى يقول الفاظ ويقول كلام وافكار مش موجوده حتى ده بيأثر على الحاجات في البيت يعني ممكن اشوف فكره على النت او على اليوتيوب ينفذ يعني بيعمل يلعب في حاجات ممكن تاذي فاحنا بنحاول نصلح ده ونتواصل بس انا بيني وبينه العلاقه كويسه يعني افضل بكتير السوشيال ميديا اثر كتير جدا على حدود النقاش وفي نفس الوقت مش قادر امنعه ليه؟ لان في كوميونيكيشن ما بين السوشيال وما بين العمليه التعليميه يعني هي لازم بتقعد عشان يبقى في اتصال ما بينها تعمل ابحاث مش عارف ايه يعني انا مش هفضل انا بقى قاعد طول النهار جنبها عشان اعمل كده فدي بتبقى عوامل مؤثره جدا جدا اللي بياثر على لغه الحوار ما بيني وبين بنتي ان هي طول الوقت قاعده طبعا على الموبايل، السوشيال ميديا طول الوقت شاغل دماغها الموبايل هو 24 ساعه ده من الناس قاعده على الموبايل، احنا حتى نفسنا النهارده موضوع السوشيال ميديا اللي دخلت معانا، التكنولوجي اللي دخلت معانا اثرت معانا على الوقت جدا يعني، زمان الواحد كان ليه وقت خلاص يقعد مع الاسره، يقعد مع بيته في تقسيم للوقت دلوقتي الموضوع مختلف تماما يعني. لا في وقت للقعاد معاهم بينزلوا على طول تمرينات ماتشات المذاكرة الدروس ما فيش وقت ان انت حتى تقعدي تتناقشي معاها الحاجه بتقوليها تسمعها وتطلع تجري بعد ما شفنا اراء الناس من وجهه نظرهم ايه اكتر العوامل اللي اثرت في لغه اولادنا في فتره المراهقه هقولكوا انا من وجهه نظري اكتر حاجتين اثروا في اولادنا هما الاصحاب والتكنولوجيا وده يخليني اشارك معاكم ان المعتقد الرابع ان احنا نعرف اكتر من اولادنا بخبرتنا محتاجين نتنازل عنه شويه عشان قصاد الخبره اللي احنا مرينا بيها كم معلومات رهيب بياخدوه من الانترنت نبدا في المعتقد الخامس المعتقد الخامس بيقول ابني المراهق بقى يكذب على فكره انا مش ضد انه بقى يكذب بس انا ضد ان احنا نقول بيكذب لان امهات كتير كانوا بييجوا ويقولوا انا ابني محترم جدا مش عارفه جايب الجراءه دي منين بيبص في عيني ويقول انها ما حصلتش انا هقولك جايب الجراءه دي منين جايب الجراءه دي منين عشان انتي بتدوسي على لغم اسمه الخصوصيه الفضول بتاعنا بيخلينا نقرب منه وهو مش هيسمح لحد انه يقرب ويجرح خصوصيته فعشان كده هو بيكذب وتعالي اشارك معاكوا الأسباب العادية اللي تخليه يكذب؛ واحد عايز يتجنب الخناق، اتنين عايز يأجل الخناقة، تلاتة عايز ينسحب من الجو اللي كله مشحنات، يلا مع بعض على المعتقد السادس، المعتقد السادس بيقول أنا لازم أسيطر، وهنا زي ما اتفقت معاكوا مش محتاجين المعتقد ده خالص لان انتوا اوريدي متحكمين خلينا اقول لكم مثل بقى لو اتعرض عليكم شغل واترقيت ايه اللي هيحصل اول حاجه هتاخد لقب جديد تاني حاجه في بعض المهام اللي انت بتعملها هتبدا تزيد عليك وفي بعض المهام اللي انت بتعملها هتديها آه وتفوض فيها ناس تعالوا نشوف اباء وامهات المراهقين دورنا ما بقاش سيطره بقى دورنا عامل زي المرشد زي الكوتش معاك كشاف وبتنور له طريقه فمش محتاج تقول اللازم ولا المفروض محتاج تتعلم ازاي تتحاور معاه في مهام محتاج تسيبها لابنك شويه يختار اكله يختار اصحابه يختار تدريباته في حاجات محتاجه اسيبها وفي نفس الوقت اوصل له رساله ان انت كبرت انت بقيت صاحب قرار في ملحوظه بس عايزه اقولها مش معنى اني اسيب يبقى بتنازل ده ابني انا بوسطن الموضوع فهي الفكره مش بمسك واسيب خالص هي الفكره اني بديله مساحه عشان يبدا يعيش فكره الاستقلال وفكره انه كبر بجد مش كبر بالكلام اخر معتقد هشاركه معاكو وكلمه كده مقوله دايما بتقول ايه الزن على الودان امر السحر. وعايزه اقول لكم ان المعتقد ده او الفكره دي خاطئه تماما لان قصتها بنقول ايه الزن مع المراهق يخسرك كتير ليه انا بزن قوم حط حاجتك اتكلم عدل وطي صوتك سؤال مين اللي هيقوم ومين اللي هيعدل حاجته، ومين اللي هيوطي صوته. أنا سامعاكم هو مين اللي معاه الباور، مين اللي معاه الفعل. هو. يبقى أنا كل ما بزن، كل ما بخسر. ودول كانوا السبع معتقدات، اللي المفروض بعد ما فهمناهم هنقدر نوصل للحلقة المفقودة اللي بينا وبين ولادنا. تعالوا بقى أشارك معاكم الدور الجديد والمهام بتاعتنا إيه؟ مهام واحدة بتقدم ثلاث احتياجات مهمة إن إحنا نسمعه ونتعاطف معاه يعني نسمعه كمان نتعاطف أيوة عشان عايزين نتواصل طب بنوصل له إيه بالمهمة دي؟ بنوصل له إن إحنا سمعينك إن إحنا فاهمينك إن إحنا مقدرينك طيب هنسمعه امتى المراهق يحب يتسمع في ثلاث حالات ملهومش رابع يا الا واحنا سايقين العربيه يا الا واحنا بنتمشى يا الا واحنا بنشارك مع حاجه فكره تعالى عايزة اتكلم معاك وجلسه الادب والاخلاق مش بتاعه المراهق مش ده الاسلوب اللي يجي بيه طيب هيتقلي هو لما بيجي يطلب ان احنا نتكلم معاه بيبقى عايزنا منتبهين ومركزين دي حقيقه ده اختلاف بينا وبينهم محتاجين نقبله تاني نقطه عايزين وبنوصل له ان احنا فاهمينك هنعمل الدور ده ازاي عن طريق الاسئله بس الاسئله المفتوحه مش الاسئله اللي ورا بعضها اللي تحسسه انه قاعد في محضر بوليس بيتم استجوابه مثلا هسأله سؤال جاي ومتضايق هسأله سؤال أو أسئلة مختلفة أنت محتاج مني إيه؟ محتاج مني أسمعك؟ ولا محتاج مني نصيحة؟ ولا محتاج مني نختار مع بعض؟ ولا محتاج مني أعرض لك خبرتي؟ كل الأوبشنز دي بتخليني أوصله اني انا فهمك اخر دور بنقوم بيه انا مقدراك وفي الحاله دي انا بقدر ايه لو افتكرنا مع بعض بقدر اللغه اللي بيتكلم بيها لغه المشاعر نختم بقى بجاسر ونقول لما جاسر مروح وقال لمامته انا زعلان جدا من صاحبي لانه ما عزمنيش في عيد ميلاده الصح والتقدير الصح عملت ايه قالت له عندك حق حركه زي كده تضايق ما كلمتوش بالمنطق وقالت له وهو من امتى كان بيعزمك وبكده في اخر الرحله اقدر اطمن عليكم واقول لكم الحمد لله على السلامه ووصلتوا الضفه بتاعه ولادكم وقدمت لهم الدعم الدعم يعني ايه يعني قدرتوا تتواصلوا معاهم وبالتالي زودنا التواصل وقربنا المسافات وقللنا اللوم وهو اكيد هيبقى اهدى وخليني افكركم ان الكلام اللي بيطلع من اللسان اخره الودان والكلام اللي بيطلع من القلب اخره القلب شكرا ليكم وشكرا لوجودكم معايا في الحلقات اللي كانت خاصه باولادكم في فتره المراهقه